سال القويسمة يثير دهشة الجماهير المحلية وميداليات أردنية بالجملة في الدورة العربية، هل تعتبر إنجازا عظيما؟ تعالوا معي إلى الحلقة الثانية من جريندا. أهلا بكم. استغراب من قبل الجماهير المحلية بعد إعلان نادي الوحدات عن أن استاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة سيكون ملعب الميتين للفريق في مباريات الآسيوية، طبعا حسب مباريات الملحق، يا بتأهل لدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي أو بعود للعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي حال الخسارة. والغريب كان في الموضوع أنه الملعب متجهز لاستضافة المباريات المحلية من دوري وكأس وغيره لحتى نهاية العام الحالي 2023، يعني ممكن تلعب عليه مباريات إياب الدوري. لكن ليش الملعب مسكر من الأساس؟ لنعود بالذاكرة قليلا إلى الوراء، وقيمة آخر مباراة رسمية على ملعب القويسمة في نص شهر 11 السنة الماضية، تمام. وطبعا بعد هالموسم عندنا وقف لحتى نص شهر 5، يعني نص سنة بالتمام والكمال، والملعب لا نعمل له صيانة ولا غيره خلال هاي الفترة. والله أعلم متى ببلش هالحكي، كيف وليش لا تسألوه. وللآن الملعب للعطاء انطرح لزرعة أرضية جديدة عليه، ولا هو جاهز لاستضافة مباريات ولا هم يحزنون، بس مسكر هيك أمام البطولات المحلية في الوقت اللي الاتحاد الآسيوي كشف عنه عشان تلعب مباريات الوحدات عليه في بطولة دوري أبطال آسيا أو كأس الاتحاد الآسيوي، علماً أنه مباريات الدور الأول من البطولة الآسيوية راح تلعب بالأشهر الأخيرة من السنة الحالية. كيف يعني هيك؟ هناك سر ولغز في السلة القويسمة ما حدا بيعرفه، أو معروف بس صعب يكشفوا عنه، بس اللي بنعرفه أن الملعب مغلق إلى أجل غير مسمى، والضحية الأندية والجماهير. 51 ميدالية أردنية حتى تصوير الحلقة من خلال دورة الألعاب العربية في الجزائر، موزعة ما بين 15 ميدالية ذهبية، 14 فضية و22 برونزية، علما بأنه 132 لاعب ولاعبة أردني شاركوا في الدورة والمنافسات مستمرة. بس هل يعتبر الحصول على ميدالية إنجاز عظيم ويستحق الوقوف عنده مطولا؟ خذوها مني مش إنجاز، بس بنفس الوقت الحق مو على اللاعب ولا على اللاعبة اللي جابت ميدالية، بس طبيعة هاي الدورات العربية ما بتستحوذ على اهتمام الرياضيين بالقدر المطلوب، والدليل انه عدد المشاركين العرب في الاولمبياد العادية بيكونوا مشاركين اكثر منا، وهون الانجاز الحقيقي كمان لو كان في ميدالية لهالدولة العربية. طبعا كان في الجزائر اول ميدالية للمراكبة الاردنية في الدورة العربية للسيدات عن طريق اللاعبة حنان نصار، بس للأسف هاي الدورة القليل القليل من الجمهور العربي بتابعها عكس الدورات السابقة واخرها 2011 في قطر، كانت أهميتها إعلامياً وجماهير بأهمية الأولمبياد العالمية. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي عن من حقق أول ميدالية أردنية في تاريخ دولة الألعاب العربية وبأي رياضة؟ طبعاً هي بال53 كانت وبمصر. اكتبوا لنا مين هو لو عرفتوا بالتعليقات. مع نهاية الحلقة لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة أسفل الشاشة، واستنونا في الحلقة الجاي لحتى نحكي عن السوبر الأردني المرتقب بين الوحدات والفيصلي. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.